اوانه که دغه شرعیه نبو بروجو نبون اوانه ذلیل من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار يا غمر واف صلى الله عليه وسلم هو كوا بقى بمانج رمضان هيش عذرك شرعي نية عبادتي مانج رمضان انجام نادى ابو اوي خوالي خوش بيت فدخل النار او كسجي غيد وزخا رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له قل امين قلت امين يا غمر فرمي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاتك سرك ابو سر منبر من بركه سيبلي كان ابو ليك ما اوتي امين لدوها ما اوتي امين لسيها ما اوتي امين الصحابه رضي الله عنهم جيا لامين كانت يا غمر بو صلى الله عليه وسلم بسياري ان كرت وتيان اي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم جمال لي ابو شيخ اوت في سند اوت وتي بالي واي جبريل عليه السلام هاد بولا اقاداري كدم بويكوا ذليل بيت لو تيبشي بخولا معناه ذليلة كيا بيان افرد بيت ذليل بيت او كسيكوا مانج رمضان بسرا بيت هیچ عذری که شرعی نیه بر رجوع نابد حتی من توان بید بله آمین جبریل علیه السلام امر اکا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول کی ملکی امر اکا بر رسول کی بشری علیه ما صلات و سلام بله آمین بتم آمین دعای شر جبريل بيكات يا غمري خواص اسم امين اسبك قبوله.